سيدي الحجازي والمرافقه. سيدي لطالبين آية قرآنية اللي هي سورة براءة من الله ورسوله. أيوة. بدأها الله بالبراءة بالتبري. أيوة. من المشركين. كويس. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إلا هم مين؟ كبارهم. كفار قريش عاهد إليهم. هذه السورة نزلت سنة 9. الله. وكان في معاهدة في الحديبية سنة 6. كويس. فربنا قال إن متبرئ من هؤلاء المشركين إلى أن يؤمنوا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ادوهم أمان 4 أشهر. الله. بعد 4 أشهر يبدأ الحرب بينهم، لازم يدخلوا في الإسلام. وهذه السورة فيها آية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بالعمي، هلا بالسادة، حياك الله. على إن المشركين ما يدخلوش مكة. هلا بالسادة. يدخلها للمسلمين بس. زين مولانا، الحين احنا لو قلنا المشركين، الحين الوضع بإسرائيل يعتبر تكملة للمشركين ولا هذول صهاينة؟ لا أبدا، كلهم مشركون. لأن ابن عباس قال وأي شرك أكبر من أن تقول إن عيسى ربها. الله. إذا كانت النصرانية مشركة، اليهودية مشركة، لأنها بتقول عزير ابن الله. زين مولانا، براءة من الله، الله يعني مقام عالي، ليش عفوا يعني هما يعني ما يستاهلوا هذا الشيء ولا هو انذار؟ ان الله لا يغفر اي شرك به. بالساده. اهلا بالساده. اي نعم. في التنفير كبيره، في التنفير من هؤلاء المشركين والقرب منهم. مين كانوا من عتاولة قريش؟ صناديد الكبار. ولا كانوا دول هلكوا قبل الهجره. مين هم؟ هلكوا في الوليد بن المغيره، ابو جهل، ابن الحارث، النضر بن الحارث، غيرهم. زين الغزوة اللي بعدها صارت شنو هي؟ هي تبوك. تبوك السورة دي كلها مسكة سورة غزوة تبوك. سبحان. سنة 9 من الهجرة. بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعت أبا بكر أميرا على الحج، وجعل عليا تحت إمرته. ثم جاءت السنة التسعة دي، في نفس السنة التسعة جه الوفود من كل قبائل العرب يدخلوا في الإسلام، فسمي عام الوفود. ثم كانت السنة 10 اللي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في 200,000 أو يزيدون. منو كان معاه؟ 200,000 صحابي. الله. 200,000 بعد فتح مكة. العرب. كل قبائل العرب. زي مولانا، لماذا لقبت غزوة تبوك؟ المكان اللي كان فيه القتال، وراح ما لقوش فيها قتال ولا غيره. هي كانت تسليم، معركة يعني أعصاب، حرب أعصاب يعني. الله. نعم. وهما ما اتعظوا بكلام الله؟ لا. لما دير بالك السنة العاشرة دخلوا في الإسلام كلهم. الله. دخلوا ما تخلف. براءة من الله ورسوله. أيوة. الليلة الجاية بقى إن شاء الله. إلى الذين عاهدتم. ها؟ أيوة. مين عاهدهم؟ صلى الله عليه وسلم عاهد. يعني شفوي مو تحريري. ها؟ ايه نعم. اداهم انذار 4 أشهر. بو مجدي تعال. سبحان الله. زين مولانا، شو الحكمة بال4 شهور؟ حتى يفيء الاثنين الى نهاية، فاذا هم مرضوش ينذرهم. اي نعم. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، وقال له وشرد بهم من خلفهم. فأعلن الحرب على قبائل العرب كلها. زين مولانا، الحين احنا بعصرنا الحالي، السلم افضل ام الحرب ام الهدنه؟ والله لان نووي، يعني اسرائيل صارت دوله نوويه. قال والد ابو يعقوب سيد رفاعي كله يقول لي يا ابني خالد اسرائيل دوله نوويه. السلم في ساعات افضل طبعا، لانه بيحقق اضعاف ما حققه الحرب. صح. ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاهدهم في السنة 6 من الهجرة، بعدها كاتب الملوك والأمراء وانتشرت الدعوة ودخل الناس في الدين. ثم جت هذه السنة 9 وحصل ان انذرهم ودخلوا في الإسلام. وكانت السنة 10 قال لهم ما تقولون
قالوا نسأل أيوه أنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، أي بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. بس لا تنسى شخصية واحدة تحبها أنت، بطل السلام وبطل العبور، الرئيس محمد أنور السادات. بس انت قصرت بحقه مو؟ اي والله انت. انت يعني هو كان زميلك. يعني هو كان بطل في فكرة السلام؟ مش على الأعمال، انما يعني كان مهما كان الواحد منه. ايوه صح. شكرا سيدي.